السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخوكم في الله طارق عويس إمام مسجد عيسى بن مريم أهنئكم أيها الإخوة والأحباب وأيها الأخوات وأيها الأولاد بحلول عيد الفطر المبارك فنسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وهنيئا لنا ولكم الصيام والقيام وصالح الأعمال فنسأل الله تعالى أن يتقبلنا يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين أيها الإخوة الأحباب تعلمون أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر فرحة المسلمين بالعيد فكان يخرج إلى الصلاة بالخلاء كان يخرج هو وأصحابه وأولاده وأحبابه ليؤدوا صلاة العيد خارج المسجد في الخلاء ليعلن للعالم فرحة المسلمين بعيدهم فكان ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا مسجد عيسى بن مريم يوجد يدعوكم لقضاء وأداء صلاة العيد بالخلاء أمام المسجد وكما أنه يوجد بفضل الله تعالى برك واسع ويوجد أيضا لعب للأطفال ويوجد إفطار أيضا يوجد غداء فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير ونسعد برؤيتكم غدا بإذن الله تعالى وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال